أقول رجل متزوج وأريد الزواج من امرأة مطلقة، وكلانا موافق على الآخر، ولكن أهلنا يرفضون هذا الزواج بسبب خلافات شخصية بينهم، فهل يجوز لنا أن نتزوج سرا بأن نضع القرآن الكريم بيننا ويشهد عليه كل واحد منا برضاه بالآخر، أم أن العقد بهذا الشكل لا يصح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. العقد بهذا الشكل لا يصح. العقد الصحيح هو أن يكون هناك ولي ومع الزوج، وأن يصدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وأن يكون هناك شهود شاهدان فأكثر، وأن يكون هذا عن رضا من الطرفين. لا بد أن تتوفر شروط العقد. أما أن يحصل الاتفاق بينك وبين المرأة تقول على المصحف، هذا كله من الخرافات من البدع، وليس هذا عقدا شرعيا. وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها. وما دام أن الأمر كما ذكرت أن فيه مشاحة بين الطرفين، بين أقاربك وأقاربها، فيه مغاضبة، فالأولى الابتعاد عن مثل هذا. والنساء كثير، وهي ييسر لها من الأزواج ما يناسبها، وأن تيسر لك من الزوجات ما يناسبك بدون نزاع وبدون دخول في مشاكل. نعم، جزاكم الله خيرا.